أنا الدكتور نبيل ربيع، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة في كلية طب جامعة عين شمس. وطبعا موضوعات الأنف والأنف، يعني احنا في مؤتمر الأنف بتاع الجمعية بتاع يعني راينو إيجيبت 25 اللي هو اليوبيل الفضي. فبالمناسبة ديت أحب أركز على النقطة إن في ناس كتير جدا جدا بيقولنا يكشفوا في العيادة بيكونوا عندهم اعتقاد ان عندهم التهاب مزمن في الجيوب الانفيه، فيدخل المريض يقول لك انا عندي التهاب مزمن في الجيوب الانفيه. طبعا طب ليه؟ يقول لك اصل بيجي لي صداع وبيجي الحته الفلانيه وبيحصل لي كذا وبيحصل لي كذا. 95% من المرضى دولت بيكونوا ما عندهمش حاجه في الجيوب الانفيه وبتكون الجيوب الانفيه سليمه. فاول حاجه لازم يبقى تشخيص دقيق عشان نقدر نوصل لخطوات العلاج والنوعية العلاج اللي بتنفع وتفيد. طبعا لو في شك في الجيوب الأنفية أو التهاب المزمن في الجيوب الأنفية، زمان كانت طريقة قديمة قبل ما الأشعة المقطعية تطلع كنا بنقعد نعمل أشعة عادية ونعمل ساعات بذل للجيوب الأنفية، والكلام ده بطل بقاله أكتر من 30-35 سنة أو أكتر. فدلوقتي أسهل حاجة اللي عنده شك في إن هو عنده التهاب في الجيوب الأنفية بنعمل له بعد الكشف بنعمل له أشعة مقطعية الجيوب الأنفية، ودي بتحسم الموضوع على طول، بتبين إذا كان في حاجة ولا لأ. رغم إن في 30% من الحالات الطبيعية بيطلع عندهم بعض حاجات بنلاحظها في الأشعة، لكن حاجات غير مؤذية زي كيس أو تخانة في حتة من الغشاء المخاطي أو حاجة زي كده، ودي ملهاش أي دلالة وما تدلش إن هو عنده التهاب. لكن بنشوف احنا بقى الشكوى بتاعته اللي هي بتكون في الغالب صداع، وبنشوف جاي من ايه بالظبط، وبنحاول نديله العلاج اللي بيناسب حالته. فاحب اقول للناس كلها ان محدش يقول ان عندي جيوب انفية من غير ما يكون دكتور اخصائي انف واذن شافه وكشف عليه وعمل له صورة اشعة مقطعية اثبتت ان في جيوب انفية او مفيش. وشكرا.